عبد الله العريفي أحد المهنيين العاملين في مجال الصناعات الحرفية في اليمن. هذه المهنة حسب العريفي لم تعد مربحة بعد أن زحفت الصناعات الحديثة المستوردة في الأسواق اليمنية، فضلاً عن غياب الدعم والتشجيع للحرف اليدوية والحرفيين وارتفاع كلفة المواد الخام. نظراً لوضع الحرب الذي أثرت عليه البلاد وغلقت المداخل والمخارج البلاد الجوية والبحرية وارتفاع الدولار بالسعر الصرف المحلي أدى إلى غلاء الأسعار للمواد الأولية والمواد الخام. مهتمون في الصناعات الحرفية عبروا عن أسفهم للدور الحكومي السلبي في الحفاظ على هذا الموروث ودعمه وتشجيعه، وشددوا على أهمية توفير الإمكانيات والمعدات الحديثة للارتقاء بالحرف اليدوية بما يمكنها من منافسة نظيرتها المستوردة وحظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات المحلية. الحرف اليدوية تعتبر من التاريخ والموروث الشعبي القديم في التاريخ اليمني. هذه الحرف تضررت بشكل كبير وتأثرت من جراء الحرب الدائرة والصراع القائم في اليمن منذ نحو 6 سنوات. هناك العديد من الأسر كانت تعتمد على هذه الحرف، إلا أن نتيجة الحرب وتضرر هذه الحرف تضرروا أيضا. ورغم التحديات التي تواجهها الحرف اليدوية في اليمن وبدائية الآلات المستعملة، إلا أن خبرات الحرف اليمني ومهاراته المتوارثة عبر الأجيال جعلت تلك الحرف تتميز بالجمال والإبداع والدقة، مما أكسبها صيتاً واسعاً في كتب التاريخ وذاكرة الزائرين، كما أسهمت في الحفاظ على الطابع والموروث اليمني الأصيل.